السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم جيت نوريكم لا كوموند اللي جاتني هاد الشهر هذا، وجيت نهضر لكم على بعض المنتجات اللي عاملين فيهم بروموسيون هاد الشهر، وجيت نوريكم اهم حاجه اللي هو لو كادو ديال هاد الشهر اللي هو الشوايه. لما نقول لكم شحال مزيونه بزاف. والكادو الثاني هو العصاره ديال القهوه، عصرة القهوة اللي كتهز 6 ديال ليطاس، جات ما صغيرة ما كبيرة، كاين مزيونة حلوة بزاف. دابا غنهضر لكم غنبدا لكم اول حاجة هما هاد لي غازوار هادو اللي عملوا فيهم واحد تخفيض بزاف، 19 درهم اللي هو ماشي تا الثمن ديال لومبالاج ديالو. هادي فرصة مزيونة عملوها هاد الشهر هذا اوريفلام. هادي اول حاجة. ثاني حاجة اللي هما هادو اللي كنحتاجوهم دابا بزاف. دابا كنبغيو نلبسو لي صندال، كنبغيو نمشيو للبحر، يعني رجلين خصهم يبانو لنا شوية مزيانين. هذا واحد قماج واخر كريم مرطب ديال الرجلين باش نتهلاو في رجيلاتنا دابا الصيف. كاين حاجه اخرى اللي هي هاد الماسكارا. هاد الماسكارا عملوا لنا فيها واحد التخفيض اللي مهم بزاف هاد الشهر هذا، 35 درهم في ثمن الكتالوج، وعاملين لنا هاد او دو تواليت اكلا اللي الثمن ديالها كيكون طالع هاد الشهر هذا، عاملينها لنا رخيصه ورخيصه بزاف، يعني غير اللي ما بغاش هاد الشهر هذا ياخذ لي برودوي ديال اوريفلام. عاملين شي حاجات اللي مزيونين ومزيونين بزاف بزاف بزاف. هنا اليوم جيت باش نشارك معكم هاد الشيء هذا. هادي كريمه ديال اليدين اللي غنيه عن التعريف. هادو لي ماسك ديال الوجه ديال لوف ناتور اللي كيعطيو واحد العنايه بالبشره ديال الوجه ديالنا غزاله، وعملوا لنا هاد الكريون، هاد لي كريون هادو ثلاثه ديال لي كولور، لو نوار المارون والبيج، 25 درهم، يعني غير اللي ما بغاش يكحل، يعني شي حاجه اللي مزيونه بزاف. واللي بغى ينضم للشركه ديال اوريفلام وبغى ينضم للعائله ديالنا اللي حنا دابا انا كنسميها بعدا بالنسبه لي اللي راه عائله، راه كنتجمعوا فيها اكثر من اللي كنجمعوا مع العائله ديالنا. اللي بغى راه النمره ديالي كاينه، النمره ديال الواتساب ديالي، تواصل معايا ومرحبا به معنا.